أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، صلى الله عليك يا رسول الله يا خير خلق الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين المعصومين المظلومين، خصوصاً المظلوم الأول أمير المؤمنين، والمظلومة الحزينة المهضومة بضعتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والإمامين الشهيدين المظلومين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، والتسعة النجباء من أولاد الحسين، خصوصاً آخر العدد، ومن به نطلب من الله الفرج والمدد. يا غريب يا مظلوم كربلاء، مجالس عشر. الحمد لله الآن المؤمنون والموالون يقيمون عشر لمولاتنا فاطمة الزهراء، وتستاهل. الجوهر العظيم، السر المستودع فيها. مجالس عشرون للبتول بها ذكر، مجالس إيمان ومن حقها النشر، فإن حروفا في البتولة سطرت، فإن دروسا في الزكية سطرت، هي الدر لا بل عندنا دونها الدر. لماذا يا شيخ؟ قال: ففاطمة روح النبي، ففاطمة روح النبي ونسله وأبناؤها ساداتنا عمد الغر، وما بسواها للنبي أتت لنا أحاديث قد ضاقت بها كتب كثر بعد، وفاطمة أعجوبة الدهر ما رقى إلى صبرها في حادثات القضاء صبر. ما الدليل؟ مختصرا قال: ويكفي بأن تمشي ويغصب حقها وترجع والضلع الشريف به كسر، متى غدات برد الباب من فوق جسمها
تجرع عِلْجٌ ساقه الحقد والغدر وعيب بمسمار من الباب صدرها فيا ليت مني عيب من قبلها الصدر فلم تشتكي إلا لخير الورى الذي عليها جرايا من عصبة كلهم شار أخذت قبضة من تراب القبر وشمتها وأهوت على قبره يا الله أهوت على قبر النبي محمد شوقا تشم تراب أشرف مرقد وتقول والهة بقلب مكمد ماذا على من شم تربة ألا يشمد الزمان غوالي أبدأت لي الأيام باغيا ضغنها وعلي تابعت المصائب حزنها قسما بمن شرع الفروض وسنها صبت على يا مصائبه لو أنها صبت على الأيام صيرنا ليالي قعد يا أبو إبراهيم ششقوم من القبر شو خانت الأم عهودها ونسيت المعروف يا بدال وصلوني وعلي قادوه مكتوب مغدور حقه والوريث يا مقصود اقعدوا عين ساعدي ولا طمعت عيوني وساط العبد والرمي ابو القاسم امتو تخلوا علي داري وما حد وقف ذوه بعدك يا ابو ابراهيم قال بشلون ما يذوب شحتم البويا من مصاب وكثر بلوى فقداك وغصب المرتضى وحنت يتامى وكسر الضليع والشق طيجنيني من حشا نهبة ونحلت وصابرة والصبر كم دوب كم دوب أنا الصبار وقلبي كله هجره الثاكل بيام الله يمنعوها من النوم يا ياب كل يوم أخذي السبطين والروح بين القبور أبكي ونرجع وقت الغروب آياه يا ضلالي الضاف العدا قطعة وضلالي أنا أقعد بحر الشمس من حالي
العطف وارجع وعاين من براك يا ياب خالي ما اشوف ليل نهار غير هموم وكروب ولكن الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقالت مولاتنا فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام احمدوا الله الذي لعظمته ولنوره يبتغي أهل السماوات والأرض إليه الوسيلة ونحن وسيلته إلى خلقه ونحن خاصته ونحن حجته في غيبه وورثته أنبيائه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدقت فاطمة الزهراء بنت النبي الأمين صلوا عليه وسلموا تسليماً.